أهلا بكم يا أصدقائي، أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن التوقعات الفلكية لواحد من الأبراج الحماسية جدا والإيجابية واللي دمهم خفيف على فكرة، سواء راجل سواء ست. وصعب إنك تلاقي برج قوس محبط يعني أو حابب إن هو يعيش في كآبة وإحباط. هنتكلم عن التوقعات الفلكية في شهر أغسطس لمواليد برج القوس. هنتكلم اجتماعيا ثم مهنيا ثم ماديا ثم عاطفيا، وفي العاطفة هنتكلم عن الناس المرتبطين والمتزوجين والسنجل والمنفصلين، وبعدين نتكلم عن أهم الطاقات اللي بتحيط بمواليد برج القوس في الفترة دي وتأثيرها عليه وإزاي يتعامل معها. لكن في البداية بقول لك، لو كنت لسه جديد يا ريت تعرفنا بنفسك علشان نرحب بيك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس علشان نفضل متواصلين مع بعض. كمان انا سايب الانستجرام بتاعي في الوصف بتاع الفيديو لأي حد حابب ان هو يتواصل معايا، سؤال خاص، قراءة خاصة، ايا كان. يلا بينا نشوف برج القوس اغسطس 2019. يمكن من الطباع المميزة لرجل أو ست أو بنت القوس إن هو ممكن يدخل الناس في حياته بسرعة على فكرة، يعني ممكن يتعرف عليك النهاردة تدخل حياته بكرة. هو برج اجتماعي من الدرجة الأولى عامة، للأسف ممكن اجتماعيا في الفترة دي عندك حسد شوية وعندك غيرة شوية، لأنك هتكون ظاهر شوية أو هيكون عليك ثناء شوية، ولا سيما لما ندخل في الناحية المهنية. فخلي بالك حواليك بعض الناس اللي بتشلك شوية ضغائن كده أو كره. طب أنت تعرفها إزاي؟ هنعرفها دلوقتي في آخر الحلقة وإحنا بنتكلم عن أهم الطاقات والطاقات السلبية اللي بتحيط بيك في الفترة دي. كمان بقى اجتماعيا، يعني الحتة الحلوة إن أنت عندك خبر اجتماعي جميل، يعني ممكن مولود جديد، ممكن مريض عندك هيشفى، يعني عندك بشارة اجتماعية في الشهر أو في الفترة دي. تعالوا بقى نتكلم مهنيا. مهنيا عندك نشاط زايد، إيجابية زيادة، حماسة زيادة، اللي هم أصلا من طباعك لكن هيبقى بزيادة في الفترة دي، وده اللي هيخلي بعض الناس يعني تنفس شوية تحقد شوية. فخلي بالك لو أنت موظف في الناحية العملية من حاجة زي كده. أما بالنسبة للناس اللي هي بتدور على وظيفة، حظوظ عالية جدا في شهر أغسطس ليك تتخطى 85%، اعمل اللي عليك. كذلك حبايبنا اللي في دراسة اللي بيسألوا عن حظوظهم أيضا عندهم حظ عالي جدا في شهر 8 ده، يتخطى أو يصل ل 85%. يمكن يا مواليد برج القوس الفترة دي مناسبة جدا مهنيا لأي حد بيدور، لأي حد حتى في دراسة، استغلها واعمل اللي عليك. يلا ندخل على الناحية المادية. الناحية المادية تسير الأمور معاك لأفضل وبشكل تصاعدي. يعني إيه بشكل تصاعدي؟ يعني كل ما الشهر يمشي معاك أنت أو أنت بتطلع درجة لأعلى، يعني مع نهاية الشهر كده هتحس إن أنت ماديا الأمور في تحسن ملحوظ معاك. بالنسبة للسفر، هو من شهور السفر لبرج القوس، النسبة عالية جدا لمواليد برج القوس في الفترة دي اللي عندهم طبعا إمكانية وبيسعوا لسفر أو انتقال، نسبة عالية جدا في الفترة دي. وأيضا مناسبة يعني لو عندك مشروع سفر ما تأجلوش، ما تأجلوش في الفترة دي. يلا بينا ندخل على الناحية العاطفية. يلا بينا العاطفة بقى بالنسبة للناس المتزوجين، يعني عاملين زي نائر ونقير شوية، يعني في لماضة كده في الكلام، في تحدي في الكلام، ولكن كلها يعني حاجات في نطاق الفكاهة أو في خفة الدم، يعني تزعلوا من بعض شوية وترجعوا تاني. يعني هتبقى الدنيا في الفترة دي شوية فوق كده وشوية تحت للناس المتزوجين. أما بالنسبة للناس المرتبطين، الحياة فيها نشاط شوية بسببك أنت يا برج القوس، أنت عندك نشاط في الفترة دي، فهيبقى في نشاط وغيرة زيادة. خلي بالك، خلي بالك للغيرة دي بقى، النصيحة هنا تقلم معاك بتهور شوية، خلي بالك قوي من النقطة دي. أما بالنسبة للسنجل اللي بيدور، اللي بيدور طبعا لازم هيلفت انتباهك أحد الأشخاص اللي هنتكلم فيها وإحنا بنتكلم في الطاقات دلوقتي. لازم هتشوف أو هتقابل أو هتصادف حد منهم. بالنسبة بقى للمنفصلين، أنت برج القوس، أنت اللي مكبر راسك الفترة دي شوية، يعني عايز تشغل نفسك بحاجات تانية عن حبيبك اللي أنت منفصل عنه، وهو حاسس منك بكده، هو حاسس منك بكده. لو أنت عايز ترجع المياه المجاريها ما تخليش الإحساس ده
يوصل له، ما تخليش الإحساس ده يوصل له. يلا بينا نتكلم عن أهم الطاقات الإيجابية والسلبية اللي بتحيط بيك في الفترة دي، وإزاي تعرفها وإزاي تتعامل معها. يلا بينا. سريعا بس قبل ما ندخل على أهم الطاقات، هننبه لحاجة كده هتساعدنا وإحنا بنسمع توقعاتنا. عندك حظ، عندك فرصة، على قد الفرصة اللي متاحة لك في الفترة دي تجتهد، على قد الفرصة تجتهد. الفرصة عايزة اللي يتصيدها، عايزة اللي يصطادها. ما تقعدش مكانك وفي الآخر تقول الحظ وحش، ما تقعدش مكانك تاني وتقول الحظ وحش. اعمل اللي عليك، اسعى وإن شاء الله نصيبك وحظك هتاخده. تعالوا بقى نتكلم عن الطاقات الإيجابية. برج ترابي أو برج مائي في الفترة دي بيلف حواليك. في الفترة دي يا برج القوس انت عاجبه او مجننه يعني، فهيحاول ان هو يقرب منك. لو انت قفلت الباب مش هيقرب، فلازم انت لو مستعد او عايز ان انت بقى ترتبط، عايز تصادق ايا كان في الفترة دي، ما تقفلش الباب لو صدفك. واعرف ان الابراج الترابية او المائية لو حد منها اقتحم حياتك في الفترة دي او حاول ان هو يتعرف عليك او يقرب منك، ان هو مناسب ليك، اديله الفرصة يعني. اما الابراج اللي يعني ينصح ان انت لو بتقتحم حياتك بقى، لو عايز اتقرب منك يعني، ممكن يبقى منها الحسد، ممكن يبقى منها الغيرة. لو ابراج هوائية، لو ابراج هوائية في الفترة دي، وشوية الابراج النارية، ولكن الابراج الهوائية هي اللي متصدرة شوية. ومش قصدنا عشان برضو ما يختلطش علينا الامور ان اي هوائي في الفترة دي وحش، ولكن اكتر برج هوائي انت بتحس ان هو بيكرهك وما بيحبلكش الخير، ده اللي تاخد حذرك منه. ولا سيما بقى لو كان جديد لسه جاي بقى بيقتحم حياتك بيقرب منك، يعني ينصح ان انت او بعدم التجاوب معاه في الفترة دي. قلنا ازاي تتعامل معه، حاول ما تحتكش بيه على قد ما تقدر، ما تحكيش عن اسرارك، احلامك، طموحاتك، اهدافك، ايا كان، عشان الفترة دي تمر بسلام. كده نكون ركزنا على ابرز التوقعات اللي تهمنا المواليد برج القوس في كافة النواحي. حبايبي شاركوني بارائكم وبتعليقاتكم، انا بقراها كلها وبتقبلها ايا كانت. توحشوني.